ربنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم في رحاب الشهر الكريم. ويسعدني في هذا المساء أن نستضيف السيدة خزينة جبرين عمر المديرة العامة النائبة لوزارة التنمية السياحية والثقافية. السيدة المديرة العامة السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ محمد حسن عبد الرسول. السيدة المديرة العامة طبعا أنت كمسؤولة وكمرأة عندك ارتباطات في شهر رمضان، ارتباطات منزلية وارتباطات إدارية وأيضا ارتباطات دينية، لأن شهر رمضان هو شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف توفقي بين عملك في البيت والعمل في الإدارة وأيضا شهر رمضان المبارك؟ شكرا أستاذ محمد حسن عبد الرسول. رمضان كريم، شهر المبارك، شهر العظيم، شهر المغفرة. يعني نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء وينزل لنا الشفاء وترجع الحياة إلى طبيعتها. المرأة مربئة البيت، المرأة هي الأمة، هي الوطن، هي الأمانة، المرأة هي كل شيء. وبفضل رمضان الكريم شهر العظيم، يعني أي مرأة يعني لها برنامج في رمضان وغير رمضان. تقوم الصباح، الحمد لله حس بأيامنا سبب كورونا، فيروس كورونا، يعني الأيال موقفين في البيت من الدراسة. يعني تقوم أول شيء في المنزل ترتب، وما شاء الله الإيال كنا قاعدين يساعدونا البنات حتى الأولاد في النظافة وبعض النظافة، المطبخ أهم شيء، المطبخ يعني لخارج الساعة 5 إن شاء الله نادم أنت مهما يكلف ترتب أمورك، الطعام للصائمين ودوام في المكتب مثلا، يعني مدام في البيت ترتب الأمور. أيضا تجي المكتب الساعة كم وتنتهي من العمل الساعة كم؟ والله أول شيء بسبب فيروس كورونا نحن يعني وقفنا عدد من الأمور، والإدارة العامة للوزارة التنمية السياحية والحرف الأدبية والثقافة، نحن والمكتب الوزيرة فقط. ونجو يعني أول بنجو الساعة 7:15 أو الساعة 8، لكن هسه حاليا الحمد لله نجو الساعة 8:30. المرأة عندها دور في المجتمع، تلعب دور بجنب أخيها الرجل. وفي شهر رمضان طبعا المرأة أيضا لابد تساهم في مسألة مثلا يعني التطوير الاجتماعي اللي نحن الآن نعيشه في جهات والجانب الاقتصادي. فأنت يعني كيف في دور المرأة فيما يتعلق بالمجتمع بصفة عامة؟ يعني شكرا أستاذ محمد حسن عبد الرسول. يعني دور المرأة في المجتمع سواء اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا، يعني المرأة هي اجتماعية دايما، وبالنسبة للاقتصاد يعني حالة صعبة صراحة، صعبة. والحكومة قامت بتوعية في تخفيض الأسعار في الأسواق بالنسبة لشهر رمضان الكريم، يمكن يغفضوا الحكومة قبل ما تقوم لهم، هم ذات يغفضوا الأسعار ويرجوا يلقوا الأجر. نقدم نداء للتجار يعني بشهر رمضان الكريم المبارك الأول كان غالي، يقولوا يعني رخصوا الناس، أي ما الإنسانين البشر يعني التشارين يكوننا مبسوطين بشهر رمضان الكريم المبارك. السيدة خزينة جبرين عمر، طبعا فعلا لمواجهة هذا الوباء هناك جهات عدة شاركت في التوعية، وأنتم أيضا كوزارة التنمية السياحية والثقافة طبعا عندكم دور، خاصة تعرفي أن الجانب الثقافي مهم، تأثير الرسائل عبر الفن، عبر الأعمال المسرحية تؤثر مباشرة للمواطن. فما دور وزارتكم لدعم مثل هذه المبادرات؟ نحن نشوف مثلا في الإعلام أن هناك فرق مسرحية، فنانين شاركوا، وأيضا وزارة الثقافة أكيد عندها يعني تنسيق أو تعاون مع هذه الجهات التي تقوم. نحن في الوزارة، وزارة التنمية السياحية والحرف اليدوية، يعني الفنانين سواء ممثلين أو موسيقيين أو مسرحيين أو رجال السينما، يعني قاموا بدورهم بتوعية
في الشبكات الاجتماعية مثلا الفيسبوك والواتساب والتويتر، وأيضا يعني في الإعلام ما قصروا، يعني قاموا في التلفزيون وبالإذاعة والإذاعات المحلية، قاموا الكورونا ما الكورونا، قوموا شولوا الكمامات، قوموا يعني سدوا مناخركم، يعني قوموا خصلوا أيديكم، يعني ما شاء الله الفنانين قاموا يعني بأغاني، والمسرحيين قاموا بمسرحة، ورجال السينما قاموا بالسينما. يعني طبعا أنتم عندكم مندوبيات أعتقد تابعة لوزارتكم في الولايات وفي المناطق المدن الكبيرة، هل مثلا فيما يتعلق بالحملات التوعيه، هل مثلا المناديب ايضا هناك يشجع الفرق يشجع، لان عند المدن الكبيره زي مندوب أبشة صار، هل مثلا عندكم مناديب هناك تابعين لها؟ نحن اول شيء يعني ضمينا بعده اجتماعات في داخل الوزاره، الاجتماعات فيما تخص التوعيه كورونا فيروس كورونا، وقمنا ايضا بتوقيف عدة من العمال، وبعد يعني قمنا برسائل توعوية إلى الهيئات والمناطق السياحية والمتحف والمكتبة وصالة التسجيل الفنانين، وأيضا في المناديب يعني رسلنا رسائل توعوية خلوا الناس ما يجتمعوا وخلوا النشاطات الثقافية أو السياحية هتتوقف بإذن الله. وبعد ذا كان ربنا يعني رجع الحياة، ربنا يعني خفف لنا، يعني نطلب من عز وجل يعني يرفع البلاء وينزل لنا الشفاء، وبعد ذا يعني نواصل نشاطاتنا الثقافية والسياحية. السيدة خزينة جبريل، وصلنا إلى نهاية البرنامج، إذا كان لديك كلمة أخيرة تود أن تقدميها للسادة المشاهدين. أتمنى لكل أمة شادية تصوم بخير وتفطر بخير، وللأمة الإسلامية عامة نقول لها كل سنة وأنت طيبة، وربنا يرفع البلاء وينزل لنا الشفاء وترجع الحياة إلى طبيعتها. إذا السيدات والسادة، كما قالت السيدة خزينة جبريل عمر المدير العام النائبة لوزارة التنمية السياحية والثقافية، نصل إياكم إلى نهاية برنامج في رحاب أشهد الكريم، وفي نهايته نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، وأيضا نقدم الشكر للسيدة المدير العام النائبة على تلبية دعوة الحضور برنامج في رحاب أشهد الكريم. إذا دائما نذكركم لابد احترام توجيهات وزارة الصحة العامة، الابتعاد الاجتماعي، غسل اليدين، أيضا عدم المصافحة، البقاء في البيت إن أمكن، لأن الوقاية دائما خير من العلاج. دمتم في أمان الله، وربي يحفظ شهادتك ويحفظنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شهر خير جئتنا، اليوم تؤنس بيتنا، رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق.